الواحد مرات يغلط، لكن اهم شيء انك ما تكابر وتصلح غلطتك بسرعه. سالت ما فيها ان ضمن فعاليات الجي بي بي اللي كانت في شهر 2 كان في فعاليه لشركه الفوجي تم فيها استعراض مواصفات كاميرا اكس تي 3 الجديده ومميزاتها رهيبه. وبما اني واحد من عشاق كاميرات الفوجي ومنتجاتها ومدفوعا بخصم يعني زوين في السعر حوالي 15% من السعر الاصلي، اتخذت قرار غريب وسريع بشراء الكاميرا من بوث الفوجي اللي كان متواجد هناك. وانا حاط في بالي اني ببيع الموديل الاقدم اللي هو الاكس تي 2، بتجيب لي حوالي 2500 درهم، يعني حوالي نصف قيمه الاكس تي 3. علما بان العده الحاليه تتكون من كاميرا الاكس تي 2 وعدستين 35 f1.4 وايضا عدسه ال 10-24 f4، ومخليها ككاميرا ثانويه او كجو تو كاميرا داخل شنطه دائما معاي في السياره، اصور فيها ستريت او لايف ستايل واخذها معاي في سفرات قصيره خصوصا السفرات العائليه. لكن اللي متابع القناه من البدايه بيعرف ان قبل سنه تقريبا بعت كل عده النيكون بعد ما قررت اني اركز اكثر على صناعه المحتوى على اليوتيوب. فكنت ادور على كاميرا هايبرد قوية في التصوير الفوتوغرافي وأيضا قدراتها عالية في تصوير الفيديو. اللي حاب يعرف تفاصيل هذا التغيير رابط الفيديو محطوط فوق. وقع اختياري في النهاية على السوني A7III اللي قاعد أصور فيها حاليا. خلال الفترة الماضية قعدت أبني ترسانة العدسات اللي عندي شوي شوي، بديت بال 24-70 f2.8، بعدين خليت 16-35 أيضا f2.8، خذيت ال 85 عدسة ممتازة لتصوير البورتري f1.4، واخر عدسة اشتريتها كانت ال 100-400 f4. طبعا هاي العدسات كلفتني مبلغ وقدر، اعتبار انها عدسات سوني اغلى شوي مقارنة بباقي العدسات من شركات ثانية. لما اشتريت الاكس تي 3 كنت حاط في بالي بعد ما ابيع الاكس تي 2 انها ايضا بتكون جو تو كاميرا، لكن في نفس الوقت بستفيد من الخصائص الجبارة فيها في تصوير الفيديو، بخليها ككاميرا ثانوية مع السوني A7R3، ممكن اصور فيها بيوز لقطات من فوق وهالسوالف. لكن هذا التغيير معناه اني لازم استثمر واشتري عدسات اضافية. واحدة من العدسات اللي انا كان خاطر فيها من زمان هي 16-55 f2.8، وهذه سعرها بعد الخصم والعصر والواسطات حوالي 3000 درهم، مع ان الفوجي مصممين على استخدام نفس البطارية التعيسة اللي مستخدمينها في الاكس تي 2 والاكس تي 1 والاكس اتش 1، فمعناها اني لازم اشتري بطاريتين اضافيات سعرهم لا يقل عن 300 درهم البطارية، المجموع حوالي 3600 درهم. وهذا اللي خلاني لما رجعت البيت وطلعت البوكس من الكيس احس اني تهورت في قرار الشراء. فكوني اصلا مستثمر في نظام السوني وعندي كاميرا وعندي عدسات، فاعتقد من الغباء اني احط فلوسي في سيستم ثاني وادخل في معمعة العدسات والاكسسوارات. فمن الطبيعي او من البديهي اني لو حبيت اخذ بدي اضافي انه يكون من نفس شركة سوني وبالتحديد الـ A7III اللي شفتوها قدامكم. صحيح لو قارنا سعرها مع بدي الفوجي بتكون اغلى، لكن بالمقابل انا ما بحتاج اني اشتري اي اكسسوارات او معدات اضافية، بستخدم عدسات واكسسوارات السوني اللي اولدي انا دافع فيها. فاللي صار باختصار قررت ابيع الفوجي XT3 قبل لا اتهور وافتح الكرتون، لاني مجرد لو فتحتها وحطيت البطارية في الكاميرا فسعرها بينزل ما لا يقل عن 20% وبتعتبر كاميرا مستعملة. حطيت اعلان في دوبزل ونشرت في حساباتي على وسائل التواصل الاجتماعي. الحمد لله توفقت في بيعتها بشكل سريع، ما خسرت من قيمتها الا 300 درهم من قيمة الشراء الاصلي. زودت 2100 درهم وخذيت الـ A7III اللي تشوفونها قدامكم، واللي بخليها الكاميرا الاساسية لتصوير الفيديو وحلقات اليوتيوب. بالمقابل بوظف الـ A7R3 اللي اصور فيها حاليا، بخليها ككاميرا فوتوغرافية عشان استفيد من الميجا بكسل العالي اللي موجود فيها. فالشيء اللي تعلمته من هاي السالفة انه قبل لا تتخذ اي قرار لازم تدرس الموضوع من كل جوانبه، مو بالضرورة القرارات اللي مرتبطة بشراء معدات التصوير او العدسات، لكن اي قرار مهم ممكن يكلفك مبلغ مالي. مثلا حبيت تشتري سيارة جديدة، لا تغرك الخصومات اللي قاعد تسويها الوكالات او تسهيلات الدفع، يمكن يكون مجرد هذا الطعم عشان تشتري. لازم تكون مطلع على خدمة ما بعد البيع، اسعار الصيانة الدورية، اسعار قطع الغيار، سعر تأمين السيارة نفسها هل هو غالي او رخيص، وريسيل فاليو اذا ما انت اضطريت تبيع السيارة بعد سنة او سنتين. فبالتالي لما تتخذ القرار تكون انت مقتنع قناعة تامة انك درست الموضوع من كل جوانبه،
وبالتالي ما تندم ابدا على هذا القرار. هذه ثالثة اليوم باختصار، اتمنى الفيديو عجبكم واستفدتوا منه. لا تنسى تضغط على زر اللايك، واذا كانت هذه زيارتك للقناة لا تنسى تشترك فيها. عندي هدف اني اوصل 10,000 مشترك مع نهاية السنة، اتمنى تساعدني في تحقيقه. طبعا لا تنسى تضغط على زر الجرس عشان يوصلك اشعار اول ما ينزل فيديو. كان معكم سامي الزبيدي، ان شاء الله نشوفكم يوم الثلاثاء القادم، حتى يمكن قبل يوم الثلاثاء 3 دقائق. سلام.